عندنا خدمة الإسعاف البحري. هاي الخدمة نحن نعتبرها خدمة متميزة لأن هذا أول زورق إسعاف بحري نطلقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهز بأحدث المعدات الإسعافية. عندنا جهاز اللوكاس 3، هذا الجهاز طبعا يقوم بعملية إنعاش قلبي رئوي بشكل أوتوماتيك. كذلك عندنا حقيبة الإسعافات الأولية مجهزة بجميع الأدوية والأشياء اللي نحن نحتاجها لعمل إسعافات أولية. عندنا جهاز الشفط، هذا الجهاز يقوم بشفط السوائل الموجودة في الفم والأنف. احنا خطتنا أن هذا الزورق في بداية الأمر راح يكون موجود في جميرة في ميناء الصيادين 2 إن شاء الله، في جميرة 4، راح يغطي جميع الحالات الطارئة اللي توجد على السطحات المائية.